هالعيد بيذكرنا قديش السيد له المجد حبنا وترك السماء واجا ليولد طفل صغير ويزرع المحبة بقلوب البشر، وليقول لكل إنسان إنه أخوك الإنسان هو صورة لله قدامك. إذا بتحب الله بتحب أخوك الإنسان. نحن ترجمة هالمحبة إنه بدنا نحب كل إخوتنا البشر وخاصة الذين هم باحتياج أشد وأكثر. الجمعية أشرفت في الماضي منذ 10 سنوات على تأسيس بمساعدة كاهن الرعية على تأسيس أخوية يسوع لذوي الحاجات الخاصة وبمساعدة المتطوعين فحصلنا على نتائج جيدة بالنسبة لهؤلاء المعاقين، وقدموا هؤلاء المتطوعين إخلاصهم المتفاني في سبيل تحسين إنتاجية وعطاء هؤلاء المعاقين. نحن اسمنا أخوة يسوع الصغار للاحتياجات الخاصة، صرنا عمرنا 9 سنين، نهتم فيهم بإشغال نشاطات اجتماعية ثقافية فنية. عددنا نحن بتجاوز 12 معاق ومع زاويهم بنشتغل الأعمال الحلوة. عم نشوفه هلأ بتشوفه في حفل رائع جدا بإذن الله. نحن وجمعية مار الياس كجمعيتين بنعمل على تعزيز وبناء قدرات العقلية والاجتماعية لهؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بقدر المستطاع في سحنانة، ونعمل على تعريف المجتمع المحلي ودمجهم بالمجتمع المحلي وتسهيل وصولهم للمؤسسات الخدمية بالبلدة بكرامة وإنسانية، وكذلك نعمل على جعلهم فئة غير مهمشة من خلال اكتشاف مواهبهم وخبراتهم وتوظيفها في خدمة وتنمية المجتمع.